ونتمنى أن يتيح المجال للمشاركة الفعالة والاستفادة من الخبرات المختلفة. اليوم سنناقش دراسة حول واقع المرأة في إحدى دول المنطقة وهي الأردن، وستحدثنا اليوم أستاذة ديمة، وهي باحثة في المركز الأردني للبحوث الاجتماعية وتعمل كمدربة أيضا في مجال إشراك المرأة في الحياة السياسية، كما قامت بالعديد من الدراسات الميدانية في هذا المجال. أستاذة ديمة حاصلة على درجة الماجستير في دراسات المرأة من الجامعة الأردنية. كما يشاركنا اليوم دكتورة هيفاء حيدر، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان، كما تعمل مديرة تدريب في منظمة الأسر التنموية في الأردن. كالعادة بيحضر الويبينار مشتركين من أعضاء منتدى الشراكة الإقليمي وأعضاء فريق العمل ببرنامج الشراكة. أحب أوجه عناية سيادتكم إن مدة الويبينار حوالي 45 دقيقة لساعة، وستقوم أستاذة ديمة ودكتورة هديل بعرض خلفية النقاش في حوالي 15 دقيقة، بعدها سيتم فتح المجال للنقاش والأسئلة. وأحب أوجه عناية سيادتكم إن عند فتح باب النقاش اللي محتاج يعمل مداخلة بالضغط على raising hand اللي هي زي الكف موجودة، وهيكون المداخلة بالترتيب. الحاجة المهمة ان اللي هيفتح المايك بتاعه بعد ما يخلص المداخلة بتاعته استأذنكم يقفله، علشان ده بيعمل ايكو وصدى في المشاركة. اتمنى ليكم ويبينار موفق. ودلوقتي استاذة ديمة ودكتورة هيفا هيقوموا بإلقاء المحاضرة. اتفضلي استاذة ديمة. شكرا مروة على هالمقدمة، وإن شاء الله مثل ما قلتي نكون قادرين إنه نعمل ملخص اليوم عن موضوع الدراسة، ويستفيدوا منه المشاركين ونتفاعل مع بعض ببعض الملاحظات والتعليقات حول الدراسة وأثرها على المنطقة عندنا والأردن بشكل خاص. بداية احنا دراستنا بعنوان دراسة حول واقع المرأة بالطفيلة. الطفيلة هي محافظة بجنوب الأردن، واحنا خصصنا بقصبة الطفيلة. الطفيلة بالذات لها خصوصية بموضوع الدراسات والأبحاث، لأنه بالسنوات الأخيرة صرنا نلاحظ اللي بيشتغل بالعمل العام وبالأخص مجال حقوق الإنسان، وحتى نكون أكثر تحديد بالمرأة، كان معظم الجهود بتتركز بالعاصمة، وبالتالي صار في توجه حديث بأنه لازم هاي الجهود توصل لكل مناطق المملكة. فجاءت الدراسة بناء على مبادرة من إحدى الجمعيات بمحافظة الطفيلة، مشان تكون الأمور يعني تبني مشاريع الجمعية بناء على دراسات وأبحاث وتحديد لاحتياجات هاي المنطقة. وقمنا بتنفيذ الدراسة في قصبة الطفيلة من أجل عدد من درسنا عدد من المحاور. بداية أخذنا الاطلاع على واقع المرأة الاجتماعي، ورقم 2 كان الاطلاع وتحليل ودراسة واقع المرأة من الناحية الاقتصادية، ثم من الناحية السياسية. هلأ الدراسة مثل ما قلنا كان لها عدد من المبررات. بداية زي ما حكيت انه معظم المشاريع كانت تتركز بالعاصمة، ففي هناك محاولة من عدد من مراكز الأبحاث ومراكز التدريب والمعاهد المتخصصة انه هذه الجهود لازم تنتشر بكل المنطقة وما تعود قضية حقوق الإنسان مقتصرة على النخبة. كذلك الطفيلة في إلها عبر يعني عدد من الأنشطة والبرامج إلها نشاط فاعل، وفي عندها حراك اجتماعي بارز بالمملكة، فكانت هي كمان فرصة إنه نسلط الضوء على هدول الأفراد الفاعلين بالمجتمع هناك وبالأخص النساء.
بالإضافة إلى هذا المبرر، في كمان إنه في هناك عدد من البرامج إنها يتم تنفيذها بالطفيلة، فكان يفضل إنها تكون مبنية على تحديد احتياجات ووضع أولويات من قبل أبناء الطفيلة نفسهم. ومن هون تم تحديد أهداف الدراسة، بداية التعرف على الخصائص الديموغرافية حتى يتم ربطها مع عدد من المتغيرات اللي رح نحكي فيها لاحقا، كذلك التعرف على الواقع الاقتصادي، الواقع الاجتماعي، وأيضا مدى مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار داخل محافظة الطفيلة ومشاركتها السياسية. بعد ما تم تحديد الأهداف تم تحديد منهجية الدراسة، وإحنا بنلاحظ إنه في كمان توجه لدى مراكز الأبحاث والدراسات باستخدام المنهج النوعي، وكلنا بنعرف إنه هذا هو مش منهج جديد بشكل عام، لكن يمكن هو حديث نسبيا على مجتمعاتنا العربية وبالأخص عنا بالأردن. وطبعا له أهمية كبيرة بالقضايا اللي بتتعلق بالتعرف على اتجاهات، على آراء، على مشاعر، على فحاولنا ندمج ضمن بالأساس استخدمنا ضغطنا للمنهج الكمي اللي عملنا على أساسه مسح ميداني لخصائص الديموغرافية، وأيضا عبر الاستمارة كان في عدد من الأسئلة بتتحدث عن كل محور. وبالمنهج النوعي لجأنا إلى استخدام أداة مجموعات التركيز أو مجموعات النقاش المركزة. هلأ نحكي شوي بالتفصيل عن المنهج الكمي، إنه تم اختيار العينة طبعا من عمر 15 سنة فما فوق ضمن منطقة قصبة الطفيلة، لأنه كمان محافظة الطفيلة فيها عدد من القرى لكن إحنا كانت مخصصة بالقصبة. تم اختيار وتحديد حجم العينة مثل ما يعني معروف ضمن معادلات إحصائية، وتم سحب العينة حسب دائرة الإحصاءات العامة. كمان كان في شيء متميز بهذه الدراسة، انه بعد ما تم اعداد الاستبيان وطبعا عملنا فاليد ستدي وتم تعديله، لكن كان في شغلة متميزة انه كان فريق العمل الميداني هو عبارة عن مجموعة من طلاب مثل ما شايفين بالصورة، طلاب وطالبات من جامعة الطفيلة. هدول الطلاب كان عندهم استعداد يعني حماس هائل انه يشتغلوا معنا بهذا الميدان، وبالتالي لانه ما كان عندهم خبرة عملنا لهم ورشة تدريبية في كيفية جمع المعلومات في الميدان، من ضمنها كيف يعني يدخلوا على البيت، كيف يوجهوا الأسئلة، كيف يتحاوروا مع الشخص اللي بدهم يقابلوه، وكان يعني أدائهم جدا ممتاز وكانوا متحمسين. وكنا كمان بنراعي بالموضوع ذكور وإناث، لأنه إحنا بدنا نقابل النساء، فأحيانا كان يعني الشاب تكون معه صبية مشان يقدروا يقابلوا هذه الست أو يتحاوروا معها، لأنه في كان يعني خصوصية بموضوع مين اللي بده يعمل المقابلة مع النساء في تلك المنطقة، في بعض يعني التقاليد اللي احنا راعيناها بجمع البيانات. بعد ذلك وقت ما قمنا بتنفيذ العمل الميداني كان عبر يعني مشرفين وبالميدان لبين ما قمنا بجمع البيانات. بما يخص المنهج النوعي احنا عملنا ثلاث مجموعات تركيز. اول مجموعة كانت بتمثل قاعدة الرأي بالمجتمع وبرضه ممثلين عن منظمات مجتمع مدني وهيئات حكومية رسمية، بالإضافة إلى ناشطات في العمل العام. كنت أنا وزميلتي هيفا نعمل على إدارة مجموعات التركيز، وطبعا كنا نتولى عملية التحليل بالكامل من تفريغ للنصوص، من الترميز والتبويب، وكل إجراءات كمان الأكاديمية للبحث النوعي والخروج بالنتائج. وبالإضافة بعد ذلك كنا كمان عملنا تحليل الإحصائي عبر الـ SPSS لنخرج بالنتائج الكمية، وبعدين جينا بمرحلة لاحقة عملية الدمج ما بين
نتائج التحليل الكمي والتحليل النوعي. وهلا يعني بالقسم الثاني من العرض اللي راح تستلمه زميلتي الدكتوره هيفاء راح تحكي بما يخص النتائج والتوصية. وهون انا عم بستعرض بعض المتغيرات اللي كنا نطرحها بالاستماره، مثل مثلا في مجال المشاركه الاجتماعيه كنا نسال بعض الاسئله المتعلقه بعضويتهم بمنظمات مجتمع مدني، سواء جمعيات خيريه، سواء احزاب، كافه اشكال المنظمات، اسباب انخراطهم في العمل العام ودرجه هذا الانخراط وفعاليته. انا يعني عم بعطي الخطوط العريضه اللي كانت تحكي فيها الاستماره، التحديات اللي بتواجه النساء للانخراط في العمل العام. بمجال المشاركة السياسية كمان كنا نسأل عن الحالة العملية لأفراد العينة، نوع الأعمال اللي بتنخرط فيها المرأة بالطفيلة، الدخل وأوجه الإنفاق وأسباب عدم العمل. وكمان كنا نحكي بقضية الملكية والإرث، ورح النتائج تبرز أهمية هذه البنود اللي ركزنا عليها ضمن خصوصية هذه المنطقة. في مجال المشاركة السياسية كمان سألنا يعني مدى فهمهم لمفهوم المشاركة السياسية بالأصل، بعدين الأشكال اللي بتمارسها المرأة ضمن مجال السياسي والتحديات اللي بتواجهها، بالإضافة إلى كنا يعني نسأل بموضوع مدى تواجد للمرأة بمراكز صنع القرار في الطفيلة، سواء بمجلس المحافظة سواء بالمجلس المحلي، ونشوف دورها وفعاليتها بهذه المجالس. كمان كنا نسأل عن موضوع درجة وعي المرأة بحقوقها بشكل عام، سواء حقوق إنسان، اتفاقيات إلى آخره، والتحديات اللي بتواجهها يعني الدفاع عن هاي الحقوق والوصول لها. هيك احنا أعطينا ملخص عن يعني الجزء الأول من الدراسة، وهلأ رح تيجي زميلتي هيفاء تدخل بمحور النتائج والتوصية. يعطيكم العافية جميعا. أنا سعيدة جدا أن أكون مع حضرتكم وأكون مع نخبة من ممثلي منظمات مجتمع مدني أو مهتمين أو متطوعين في دول عربية. واعتقد انه هاي الدراسه اللي احنا عملناها في محافظه الطفيله، في هناك كثير من الخيوط بتتشابك ان كان على صعيد النتائج او التحديات. ويمكن زملائنا وزميلاتنا حضرتكم اللي هلا انتم معنا ممكن يكون في جزء من المداخلات في تقاطع مع بعض النتائج والتوصيات اللي احنا طلعنا فيها، لانه حقيقه احنا عم نحكي ضمن مجتمع عربي متشابه من حيث الجغرافيا، من حيث البيئة، العادات، التقاليد إلى آخره، وبالتحديد في قضايا المرأة. هلأ من أهم نتائج الدراسة اللي طلعنا فيها، طبعا أخذنا ثلاث جوانب في هذا المضمار، قضية المشاركة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. بالمشاركة الاجتماعية برقم واحد نقدر نتحدث عن أنه ما زال عمل المرأة في محافظة الطفيلة، ويمكن نقدر نعمم لأنه احنا اشتغلنا على البحث النوعي أكثر في الأردن ككل، لكن احنا عم نتحدث عن الطفيلة اليوم. ما زال عمل المرأة مؤطر ضمن العمل الخيري، ضمن عمل الجمعيات الخيرية والمنظمات التعاونية. طبعا هذا التأطير لعمل المرأة الاجتماعي على الأغلب بيأثر قليلا سلبا على مشاركتها في القطاعات الأخرى. اثنين، اكيد احنا بنتشارك ايضا في النظره حول المراه في واقعنا العربي، انه ما زالت النظره لدور المراه هي النظره التقليديه، انه انا كسيده دوري الرئيسي او وظيفتي الرئيسيه هي ضمن البيت بناء على الدور البيولوجي، وهذا الشيء اللي احنا دائما بنسعى على تغيير هذا الجانب. ثلاثه، عدم اعطاء المراه الاولويه اكيد في اعداد الخطط والاستراتيجية والبرامج والمشاريع اللي تقر على صعيد المحافظة، ان كان على صعيد البلدية، على صعيد المديريات التنمية، الوزارات الاخرى. ما زلنا بنشوف انه المرأة لا تعطى اولوية في البرامج والخطط اللي ترسل في هذا المضمار.
هلا نتيجه لهذا الواقع الاجتماعي بالتاكيد المشاركه الاقتصاديه رح تكون حاضره بقوه كانعكاس لهذا الجانب. انعكاس اخذ دوره على صعيد ضعف البرامج والمشاريع اللي بتاهل المراه للانخراط في سوق العمل، وحقيقه هذا الضعف احنا بنقدر نرده له انه احنا دائما متعودين انه برامج ومشاريع المراه تكون قضايا تقليديه، تعليمها خياطه، تعليمها كوفير، تعليمها حياكه، تعليمها تجميل، وهذا الشيء في القرن الواحد وعشرين في 2013 لم يعد مؤهلا حتى المراه تاخذ دورها في سوق العمل المحليه. هلا هذا عدم التاهيل اكيد بيلحق قضيه انه المراه عندنا اقتصاديا ما زالت تابعه للرجل، غير مستقله، ومو بس اقتصاديا يعني كمان اذا صار في مجال اليوم وتناقشنا في القضايا والتبعات السياسيه من شوف من هي غير مستقله اقتصاديا، هي غير مستقله في الراي وفي القرار وفي المشاركه السياسيه، وحتى على صعيد الشخصي يعني بتكون قليل ما بتقدر تاخذ قرارات. اما على الصعيد التشريعي يعني اكيد الجانب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بده يفرض جانب تشريعي او قانوني، احنا ما زلنا نقول بانه الجانب هناك قصور في التشريعات القانونيه اللي بتامن حمايه للمراه بشكل عام وللمراه العامله بشكل خاص، ومنها القصور او النقص في الخدمات المسانده للمراه، الخدمات المسانده اللي بنقصد فيها اللي بتساعد المراه العاملة كما ربت البيت من الحضانات عاملات المنازل إلى آخره. هلا في المشاركة السياسية مثل أي واقع عربي آخر أعتقد أنه ما زال المجتمع الأردني بيملك وجهة نظر وقناعات سلبية تجاه قدرة المرأة على أن تلعب دور في مواقع صنع القرار، وهذا الشيء انعكس بالتأكيد على مستوى أو مقدار انخراط المرأة في العمل السياسي. ما زال هناك ضعف وما زال هناك تردد إن كان على صعيد الترشيح أو على صعيد المساهمة في الانتخابات، وهذا برز عندنا في الآونة الأخيرة في الانتخابات النيابية الأخيرة. لو ما كان عندنا كوتا في البرلمان لما وجدنا سوى من 2 إلى 3 نساء في البرلمان الأردني من أصل 150 أعضاء البرلمان. هلا أكيد هذا الجانب ما رح يعطيني عدد كبير ولا قوة في مواقع صنع القرار، ما زال هناك كل لتواجد المرأة في مواقع صنع القرار، وكل بالتأكيد وضعف في برامج تمكين المرأة. احنا لسه عم نطلع من طابق تمكين المرأة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، لكن على صعيد التمكين السياسي نلمس ضعف مضمون البرامج والخدمات التي تقدم للمرأة في هذا الجانب، وهذا بيفرز لي بالتأكيد أن وجود النساء في العمل الحزبي بالتحديد ما زال يعني يعتريه النقص والضعف. وبشكل عام إحنا المرأة العربية، المرأة في الأردن يعني لا يوجد لديها قناعات كبيرة بأنه هي قادرة أن تخوض غبار السياسة، فبنلاقي النساء ما زلن يعني بعيدات عن المشاركة في العمل الحزبي، وربما يعني في المستقبل بيكون لنا فرصة نتناقش نازك بموضوع آخر، يعني لماذا المرأة بعيدة عن العمل السياسي والعمل الحزبي. احنا بنتحدث بناء على هاي المعطيات وعلى هاي المخرجات، احنا بنتحدث عن توصيات ربما حضرتكم هلا في النقاش ايضا ان يتم يعني توسيع او تطوير او زيادة على هاي التوصيات حسب المنطقة أو حسب الظروف اللي احنا نعيش فيها في كل دولة، لكن احنا ارتقينا في هذا الجانب. أولا أن يكون في هناك استمرار في برامج التوعية المجتمعية للنساء والرجال حتى نقدر نغير من الثقافة التقليدية والنمطية ونطلع من دائرة النظرة الدونية ونظرة الدور الإنجابي فقط لا غير للمرأة. وهذا الحكي أكيد بده يكون عمل مشترك مع قادة الفكر، الرأي، المؤثرين، الجهاز الإعلامي، التربوي، كل هاي الأطراف. اثنين، أن يكون التوجه أيضا للرجل، يعني أنا ما فقط بشتغل على نصف المجتمع وبترك النصف الآخر اللي هو أكثر تأثيرا، كمان بدنا نتوجه للرجل لتغيير مفاهيمه تجاه عمل ودور المرأة ومشاركتها في الحياة العامة.
ثلاثة إنه نقدر نقدم تطوير للخدمات وللبرامج وللمشاريع اللي بتستهدف المرأة، من نوع إنه بدنا نتوجه أيضا للنساء إنه يصيروا يعرفوا بالاتفاقيات الدولية، المرجعيات، مواثيق حقوق الإنسان. وبالتأكيد هذا الحكي ما رح نكون فيه إحنا كمنظمات مجتمع مدني أو مراكز أبحاث لحالنا، بده يكون يعني كمان في هناك دعم حكومي للمؤسسات غير الحكومية العاملة في مجال تمكين وتأهيل النساء، لأنه أنا بشوف إنه إحنا بناخد عبء وكتف عن حكوماتنا العربية في مثل هاي البرامج والخدمات اللي تقدم للنساء. أكيد إحنا بنرتقي وبنأمل إنه نوصل لمرحلة إنه يكون في عنا خطة وطنية متكاملة لمناهج التربية والتعليم تتضمن قضايا مبنية على المساواة وعلى العدل وأكيد الإنصاف بين أفراد المجتمع. وأخيرا ما بعرف يمكن هاي نقطة إحنا ديما وأنا بالدراسة وإحنا عم نشتغل نأمل إنه يكون في عنا منصمح على مستوى الأردن وعلى مستوى الوطن العربي إن أمكن، ليش لا إنه يكون في عنا هناك تبني لفكرة تأسيس معهد متخصص بدراسات حقوق الإنسان والدراسات النسوية، عبر طبعا أكيد يكون أساليب تدريس عملية ممنهجة ذات طابع عملي موجه لكل من الشباب والفتيات، حتى نقدر نقول إنه إحنا عم نساهم بجزء من التغيير اللي حادث اليوم في الربيع العربي في مجتمعاتنا العربية. بس آخر دقيقة إذا ضر معي وقت بحب أتحدث لحضرتكم عن انطباعاتنا وعن حفل إطلاق الدراسة. حقيقة حفل إطلاق الدراسة كنا كثير مبسوطين وسعداء إنه يكون تحت رعاية هيئات حكومية وغير حكومية في محافظة الطفيلة، يعني عطوفة المحافظة الطفيلة شخصيا ومدير الشرطة والأمن العام والتنمية وزارة التربية وجهاء العشائر وجمعيات خيرية، الجميع كان مصر انه يحضر اطلاق دراسة تتحدث عن واقع المرأة في الطفيلة، وهذا كان بصراحة يعني نقطة ايجابية سجلت للجهود الشباب اللي والصبايا اللي اشتغلوا معنا في الميدان. وبالتأكيد يعني ما بفوت اني احكي لكم انه بهذا الاطلاق غير عن الجانب الرسمي والكلمات اللي قلتها والاشاده في الدراسه، كان في هناك عرض مسرحي لاعضاء فريق البحث من الشباب والصبايا، وانا وقت اللي بقول الشباب والصبايا احنا عم نحكي في جنوب الاردن، احنا عم نحكي عن المناطق اللي دائما يقال عنها انه في تربوهات كثير منها قضيه الاختلاط، لا احنا قدرنا فريق البحث يكون شباب صبايا مع بعض، قدموا سكتش مسرحي كثير كان حلو جميل، تحدث هذا السكتش عن يعني بنوع من الدعابة والطرافة عن القضايا اللي كانت تصير معهم قد ينزلوا على البحر، يعني مجتمع زي الطفيل مش متعود يشوف صبايا وشباب ماشيين مع بعض بدقوا على البيوت، مين بيستقبلهم مين بيستحلهم كيف استقبلوهم، وقت كان رجل يفتح الباب ولا امرأة تفتح الباب، كان السكتش كتير هادف وكتير حلو وكتير جميل، وانا كنت بتمنى لو كان يعني مصور معنا ونقدر نعرض لكم اياه حتى يعني يعطي الطابع الوجه الاخر لمخرجات الدراسة في الجمعية اللي احنا عملنا هاي الدراسة فيها. واعتقد ديما اذا سألتني اشي يعني بتقدر تكملي معي، واحنا ننتظر ان تكون هذا العرض اللي قدمناه شبه قدم صورة عن الدراسة اللي قمنا فيها، وننتظر ناس ان يكون في يعني مداخلات واسئلة او اي استفسارات، كثير سعيدين رح نكون ديما وانا في مشاركة بالحوار مع حضرتكم. شكرا جزيلا لأستاذة ديما ودكتورة هيفا على المناقشة الهائلة للدراسة، ولو في اي مداخلات بعد اذنكم اللي محتاج يدخل باي سؤال هيدوس على ايقونة الكف اللي هي raising hand. شكرا.
مروة اللي عم بدي مرحبا من جديد للجميع. انا كنت حابة اذا في اي استاذ او استاذة من الحضور معنا شاف انه نتائج دراستنا تتقاطع مع اشي في بلده، يعني الموجودين معنا من البلدان العربية، اذا في هناك اي نتائج بتشعر انه في تقاطع يا ريت نأكد عليها فقط، يعني من باب حتى نعرف احنا عم نشتغل في واقع عربي متجانس ولا مختلف، ولا وين بيتجانس وين بيختلف، وين القضايا اللي احنا ممكن تكون مشتركه بيناتنا. يعني حبيت اطرح هاي اذا في مجال، اذا في مجال يتم التعليق بهذا الجانب. معانا من العراق استاذ كرمانش، اتفضل. إذا بتحب توجه سؤالك سواء تكتبه بالشات بوكس أو تحكيه تكبس على توك، أوكي؟ وإذا أي شخص من حضراتكم بحب يوجه سؤال قبل لحتى كرمانجي يحضر سؤاله يتفضل حتى نستغل الوقت. الحقيقة أنا كان لي مداخلة بعد إذنكم. الحقيقة هو الموضوع كان شيق جدا، فأنا كنت عايزة أعرف هل في نية لتطبيق الدراسة دي على منطقة أخرى مع الاستفادة بكل الدروس اللي حصلت أثناء الدراسة دي في المنطقة، وهل ممكن الاستعانة بناس استفادت فعلا من الدراسة في المنطقة دي علشان هم يكونوا من ضمن فريق العمل في بطريقة أو بأخرى في منطقة جديدة، وساعتها يكون في مصداقية أكتر، لأن دول ناس اتطبق عليهم الدراسة وبان الدراسة عليهم. هل في تفكير في حاجة زي كده؟ هلا الدكتورة هيساء بدك تبدي تجاوبي على مروة ولا كرمانج، لأنه هي كتب سؤاله فبنحب تجاوبي على ديما. تفضلي جاوبي على مروة. تفضلي. بالنسبة لموضوع تطبيق الدراسة، احنا لما صار الاطلاق كمان تم اطلاقها بعمان، وكان في مجموعة من الجمعيات من مناطق مختلفة خارج عمان، فكان في اكثر من فكرة لانه تتطبق بمنطقة بالشمال وكمان في منطقة بالجنوب، مشان يصير المقارنة ما بين المحافظات سواء بالجنوب او بالشمال، وين بتشاركوا هدول المناطق وين ممكن يكون في خصوصية لكل منطقة شمال أو جنوب. والنقطة الثانية بخصوص فريق العمل، احنا يعني هاي نقطة كانت كثير مهمة. احنا يعني انا بشتغل بالمركز الأردني، فاعتبرنا انه هدول الشباب اللي تم تدريبهم راح يكونوا هم اعضاء فريق ميداني إلنا بالمركز لأي دراسة بتصير بالجنوب، لأنه بعد ما شفنا أدائهم في تنفيذ ملء الاستمارات ومدى الالتزام كان موضوع كثير يعني ملفت للانتباه، وقلنا لهم خلص احنا كشباب وكطلاب جامعة رح نصير تكونوا انتم جزء من فريق العمل الميداني لما نعمل مسوحاتنا بمنطقة الجنوب. وهلأ في نية لسه احنا عم نحضر مع الجمعية نفسها، كمان بحب يعني يمكن شغلة فاتتنا انه الجمعية نفسها اللي عملت الدراسة كانت مستندة على نتائج الدراسة في تحديد مشاريعهم، وهذا موضوع كثير مهم، واحيانا كان يفوتنا بالاردن ضمن خبرتنا يعني بالاردن انه احيانا بتنبنى المشاريع بدون ما نعمل تحديد احتياجات المنطقة فبالتالي بتفشل. فكانت الفكرة انه انا بدي ادرس خصائص هذه المنطقة، شو احتياجاتها، حتى لو حكينا بقضايا المرأة، قضايا حقوق انسان، كمان في الاحتياجات اللي بتطلع، الاولويات اللي هم شايفينها، بيكون تفاعلهم مع المشروع او مع البرنامج اللي بده يتطبق بيكون تفاعل عالي، بحسوا انهم شركاء فيه، مش مشروع جاهز وعليهم ينفذوه.
فكانت فكرة يعني إعداد الدراسة وبناء عليها برنامج، لأنه إحنا برضه متابعين مع الجمعية، تم تصميم برنامج كامل لمنطقة الطفيلة بناء على الدراسة اللي عملناها. فكانت يعني إنه بتحسي أحياناً إنه هذه مش دراسة خلصت ونحطت مثل ما بنقول بالجوارير، يعني عم ينبنى عليها عدد من المشاريع. وبعتقد إنه في جمعيات كثيرة رح تمشي على نفس النهج بهذا الموضوع. ممكن أجاوب بالنسبة لسؤال الأستاذ كرماج؟ أنا أعتقد إنه هلا إحنا في شوية اختلافات بين يمكن عنا وبين كردستان. في سؤال اللي سألنا كرماج سأل إنه حول الوضع القانوني، هل هناك في الأردن قانون الحماية من العنف الأسري؟ إحنا في عام 2010 صدر قانون وصدق ووقع وصدر في الجريدة الرسمية تم تبنيه من رئاسة مجلس الوزراء، اللي هو قانون العنف الأسري الحماية للمرأة. وتحت هذا المسمى طبعا احنا كمنظمات مجتمع مدني كان لنا بعض التحفظات وبعض الاستفسارات عن بعض البنود اللي مثلا تتعاطى مع قضية العنف الأسري اللي يقع ضمن الأسرة ومن أحد أفراد الأسرة. وأيضا كان عندنا إضافات مثلا على القانون من هم أعضاء أو أعضاء الأسرة اللي يعترف فيهم وبتحاسبوا على أرضية هذا القانون. لكن أنا بصراحة الأهم عندي من وجود قانون، هذا القانون لم يفعل حتى اللحظة هاي، كما كل القوانين اللي بتخص المرأة ما زال يعني طي الأدراج. الأهم عندي هو تغيير العقلية اللي بتتعاطى مع هذا القانون. يعني إحنا قد يكون هناك نصوص تحمي المرأة من العنف، إحنا قانون العقوبات الأردني أي بيحمي المرأة في جانب إذا كان إيذاء، يعني العنف اللي بقع عليها يسمى إيذاء ولازم تروح على المحكمة رفع دعوة على هذا الجانب. لكن أنا بالنسبة لي الأهم هو تغيير العقلية وتغيير كيف احنا بنشوف دور المرأة ووظيفتها اكثر بكثير من وجود القانون. لانه انا القانون لو كان في نص يحمي المرأة والشخص القاضي او الشرطي اللي بده يطبق هذا النص غير مؤمن بهذا الحماية او بهذا السلوك، انا حقيقة القانون ما بيكون خدمني. فقانون العنف الأسري عندنا في الأردن موجود، صدر بال 2010 لكنه غير مفعل على هذا الصعيد. اوكي، طبعا يمكن في سؤال او استفسار من الاستاذ خالد اذا بحب يوضحه. خالد حيدر تفضل. طيب إذا فهمت سؤال الأستاذ خالد بالضبط، خالد حيدر، شكرا بداية يعني لكل اللي عم يكتبوا لنا الأسئلة. سؤاله عم يكتب إنه المرأة ما يعني المرأة ما بتحتاج هي بنفسها بنشاطها هي بتفرض يعني أخذ حقوقها، لأنه الحق يؤخذ ولا يعطى. إذا أنا فهمت سؤال الأستاذ خالد بهذا المنحى أنا معك 100%، وإحنا بنؤمن تماماً إنه حقوق المرأة تؤخذ ولا تعطى، الحرية تؤخذ ولا تعطى. في قضايا لصيقة في 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 فينا إحنا كبني آدمين، رجال أو نساء كنا، وإحنا بنؤمن أيضاً إذا المرأة ما تعبت وقدمت وضحت وكانت المثل، بعد ذلك هي بتحصل على حقوقها. لكن صراحة هذا بده مشوار كثير كبير وطويل، ولازم هذا الحكي يمشي بالتوازي مع ايضا قناعات الرجال في المجتمع. يعني احنا في المجتمع نساء ورجال، ولو يعني كان في عندنا النيه والطموح انه نحقق اكثر على صعيد المراه وحقوقها، لكن هذا ما بيتم بدون ايضا الرجل ودعم الرجل ودعمنا لبعضنا البعض كاثنين تشاركيين وليس كاثنين نديين، ولا واحد بده ياخذ حقوق على حساب الثاني. يمكن ريما ايضا هي هذا الجانب كمان. يعني احنا دائما بنشكي انه المراه هي لازم
تكون هي المبادرة، وبدنا نوقف ونحكي المرأة ضحية. هذا الخطاب احنا لنا فترة بنقول ما عاد نحكي المرأة ضحية، لازم تكون هي القائدة وهي القادرة على البدء بالتغيير مهما كلفها الأمر. بقول مهما كلفها الأمر بسبب يعني مشاهداتنا على أرض الواقع، سواء كانت بالطفيلة أو نقدر نعممها، يمكن أنا بقدر أحكي ضمن نطاق الأردن، إنه إذا هي بدها تقود التغيير بتدفع الثمن غالي. مثال مثلا بقضية الإرث، إنه المرأة حتى لو القانون صار في عنا عليه تعديل إنه صاروا أثناء وفاة الأب بوقف التنازل عن أي من الأملاك لمرور 3 أشهر، لكن هذول النساء بتعرضوا لضغط اجتماعي. هذا الضغط الاجتماعي بعدة أشكال، إما بتتعرض للتهديد، إما بتتعرض لإقصاء، بصير حالة رفض اجتماعي أحيانا هو اللي بيخليها ممكن تتراجع أو تضعف أو تخاف. وأحيانا يعني بمجالات أخرى، يعني من ضمن القصص اللي وردت أثناء دراستنا، إنه واحدة ترشحت للمجلس البرلماني ورغم إصرارها بالترشيح مثل ما بنقول قائدة وبدها تعمل تغيير، زوجها طلقها. فأنا مع إنه المرأة تطلع من دور الضحية وتطالب بالتغيير مهما كلفها الأمر، لكن أنا برجع وبعول أكثر إشي، قوانين موجودة لكن التمكين الاقتصادي بالدرجة الأولى، وبرضه لازم كمان يصير التوجه نحو تغيير بعض الأنماط التقليدية وتنشئتنا الأسرية وجزء من عاداتنا وتقاليدنا اللي بيكون لها دور أحيانا أكبر من تنفيذ القانون. شكرا ديما. أظن في سؤال من ليال من اي اي اي، تفضلي ليال، انت كتبتي سؤالك ودكتورة هيفاء، تفضلي رح جاوبك على دكتورة هيفاء. مساء الخير ليال، كيف حالك؟ وشكرا للجميع طبعا، واحنا اكيد عاذرين اللي متواجدين في بعض الدول وفي رداء للصوت، في المايك ما عم يشتغل، في الكاميرا ما عم تشتغل، احنا لا بالعكس احنا يعني بنلاقي الطريقه اللي نتوافر فيها. استاذي ليال طرحت سؤال حول تشجيع النساء على عمل المبادرات من اجل تنميتهم واثبات وجودهم. يعني انا اعتقد اذا بدنا نتناقش في قضيه المخارج او الحلول او الخيارات المتاحة أمام النساء في مجتمعاتنا العربية بالأردن بالتحديد، نستطيع إنه نقول لا، في أمامها، يعني في هناك خيارات أمامنا. المهم يظل عندنا أمل إنه إحنا قادرات على التغيير، وإحنا أكيد يعني تنديمة وأنا شاركنا في مشروع لمدة 2 سنين لتدريب القياديات النساء الشابات لعمر 24 إلى 25 سنة، وتتويج هذا المشروع كان في تنفيذ مبادرات. طبعا بالتأكيد المبادرات بدها تكون نابعة من صلب احتياجات مجتمعنا واللي احنا بنعاني منه واللي احنا بنحب او نريد انه نغير على صعيده. لذلك احنا ايضا يعني بنرحب عبر الأستاذ نازك يعني في اي اقتراح في المستقبل انه يكون في هناك اي تعاون اي فكرة. المبادرات النسائية احنا احوج ما نكون اليوم لطرح مبادرات تمس صلب التغيير اللي احنا بدنا اياه كنساء. شو اللي بدنا اياه؟ من وين بدنا نبدا؟ وين اولوياتنا بمجتمعنا؟ لذلك اعتقد استاذ ليال يعني سؤالك مهم، واحنا موافقين انه بالتاكيد هي المبادرات بتكون ناجعه وفي لها مخرجات. مرات ديما اذا كمان اول شيء اهلا وسهلا فيك ليال وشكرا على سؤالك. بس كمان احنا يمكن شغله حابين ممكن ما يعني عم نختصر احنا العرض التقديمي بس وردت بالدراسة، كمان احنا عم نلاحظ انه برامج التدريب ما عم تعطي الاثر المطلوب. يعني عم بنلاحظ كم هائل اعداد لا تحصى من برامج التدريب، 5 أيام 10 أيام الى اخره، وبديش اقول بس بعمان، خلينا نقوله منتشرة بالمملكة، لكن في خلل بالأثر اللي بتحدثه برامج التدريب. ومن هون كان في عنا توجه لابد من تعديل منهجية التدريب. وكانت هي فكرتي لما قالت ليال بموضوع المبادرة، يعني كانت المبادرات أو نظام المبادرات والمشروع اللي اشتغلنا عليه هو فكرة جديدة بأنه نحول التدريب
لمهارة على أرض الواقع، وبعدها بتكتسب هذه المجموعة اتجاهات معينة. لكن موضوع التدريب بيومين وثلاثة ونحكي عن حقوق الإنسان ونجمع نساء أو رجال ونتركهم مباشرة ابدا ما بترك الاثر المطلوب. فيمكن هاي بتكون دعوه لكل المنظمات والجهات المانحه سواء داخل الاردن او خارج الاردن باعاده النظر بقضيه ترك الاثر عبر برامج تدريب مجزوءه. شكرا. اتفضل استاذ سعد اظن فيه، وبعدين بناخذ مجدولين. تفضل استاذ سعد اذا تشوف عند كتب سؤال. لا اوكي تفضل استاذ سعد. ايش استاذ سعد؟ شكرا شكرا جزيلا. السلام عليكم. يعني صراحة مسرور جدا مسرور بنتائج بحث فريق العمل الإخوة في الأردن، وأحب أن أطلع سيرتكم على بعض عناوين وتفاصيل تجربتنا هنا في المغرب. طبعا الإطار المغربي يعني المؤسسة العام يعني يوفر كل الشروط الكفيلة بتحقيق نتائج جد طيبة على مستوى يعني النوع وحقوق المرأة وفعالية هذا الآخر في الحياة العامة. أذكر فقط بأن لدينا فضاء دستوري متطور، لدينا كذلك مناهج تعليمية متطورة، وبدأنا نلاحظ في السنوات الأخيرة وجود وحدات بحث وتفكير في سلك الدكتوراه في الجامعات المغربية تشتغل خصوصا بالتخصيص في هذا المجال. لدينا كذلك أكثر من جمعية ومنظمة، ولدينا كذلك نساء من المنتخبات في الجامعات الترابية والبرلمان لكن هناك ملاحظة أساسية، هو أن نتائج الدراسة للإخوة في الأردن لا تختلف في عمومياتها عن ما يمكن أن نلاحظه نحن على مستوى المجتمع المغربي. والمسألة تبقى مرتبطة على الخصوص بالواقع الثقافي. طبعا كما يقول الإخوان المتخصصون في علم الاجتماع السياسي، علم الاجتماع السياسي يقرأ تمظهرات النموذج السياسي في الواقع الثقافي وفي العلاقات الاجتماعية. المغرب يعني لا زلنا نلحظ بأن الذكورة تفرض نفسها في أكثر من موقع، والمرأة تجد صعوبة في الولوج إلى عالم القرار، خصوصا في مرتبط بالقرار الاستراتيجي الذي يخص المرأة والرجل معا. كذلك على مستوى التمثيل السياسي، لدينا دستور متقدم كما قلت، ولدينا قرارات ونظام قانوني متطور، لكن لدينا حكومة فيها امرأة واحدة و30 وزيرا. يعني في عصر دستور جديد جاء بعد الربيع العربي يدافع عن المناصفة. إذا على مستوى التطبيق العملي لكل ما ندرسه وما نبحث فيه وما نهضمه على المستوى العلمي والاجتماعي، على مستوى التطبيقات نجد طبعا عراقيل ونجد عوائق. والأمر أعتقد يعني في الخلاصة حتى العقيل مرتبط بقلة الدراسات المتخصصة وقلة الدراسات الدقيقة الميدانية، وهذه الدراسة في الأردن لعلها يعني مقدمة حتى نستطيع أن نطور من مناهج تعليمنا ومن مناهج دراساتنا الاستراتيجية المرتبطة بالمجال، لعلنا نستطيع أن نفهم لماذا لدينا جهاز مؤسسات متطورة وقوانين متطورة، لكن على مستوى السلوك العملي لدينا تأخر. شكرا. أستاذ سعد، هل رح تجاوبي دكتورة على مجدولين؟ يعطيك العافية مجدولين، وأكيد شكرا للأستاذ سعد للمداخلة. مجدولين عم تطرح حول دورنا في زيادة الوعي للمرأة على أهمية دورها خارج المنزل. وانا يعني يمكن ديما وانا دائما بتناقش في موضوع انه احنا باخر 10 سنوات في واقعنا العربي وبالاردن بالاخص الجميع كان عم يتحدث عن العنف الواقع على المراه من منظور النوع الاجتماعي، وهون بيت القصيد بهذا الجانب.
كل ما نسعى له ان احنا انه بدنا ندمج يا جماعة قضايا النوع الاجتماعي ويصير نظرتنا للمرأة ليست مقتصرة فقط لا غير على دور واحد. يعني بصراحة هو هذا الدور اللي دخلت فيه الإرادة الإلهية مش احنا البشر، لان احنا خلقنا ذكورا وإناثا ولكل منا هذا الدور البيولوجي له وظيفة. نحن اليوم نتحدث بأدوار اجتماعية بالتحديد، منركز على أدوار المرأة خارج المنزل، ليس لأنه داخل المنزل مش كتير مهم، لا أبدا، لكن داخل المنزل الاضطهاد اللي وقع على المرأة تاريخيا، لأنه أجل الناس حكولها أنه أنت دورك بيولوجيا بالمنزل تربي تخلصي تربي الأولاد تديري بالك على الرجل، على العكس من ذلك تماما. الدور الرئيسي للمرأة هو دورها خارج المنزل حتى تقدر تقوم بدورها الإنجاب ضمن المنزل، وديما عندها هذا الجانب دائما ديما غياتي نتحدث حول الأدوار اللي بتكون فيها المرأة تقدر تضيفي على أنا بالإضافة لموضوع الأدوار، بس لأنه كان بداية السؤال تتحدث عن موضوع أهمية التوعية. هلا التوعية لحالها، وأظن هذا المطب اللي وقعت فيه معظم المنظمات النسوية، قضية التوعية لوحدها ما بتكفي، دائما بنقول إحنا بحاجة لتمكين. يعني المرأة تعرف حقوقها، تعرف آلية الوصول إلها، لكن كمان لازم تكون قادرة على إنه يكون إلها مشاركة بصنع القرار حتى لو على الصعيد الشخصي. فأنا وتوعية لحالها يمكن بتحفظ عليها، لأنه أحيانا قد تكون المرأة عارفة بكل حقوقها وحافظة كل الاتفاقيات الدولية وعارفة كل المراكز اللي بتقدم الخدمات اللازمة لها في حال تعرضت للعنف، لكن في موضوع جانب التمكين ومشاركتها خارج المنزل بإطار العمل وامتلاكها للاستقلال الاقتصادي، هذا دور كتير رئيسي. وهي على فكرة منظومة متكاملة. أنا من بداية الدراسة كنت بدي أحكي شغلة، إنه المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي إذا ما بنشغل عليهم الثلاثة بنفس الوقت، يعني أطور تشريعات وقوانين مع العمل على تغيير بعض المفاهيم الخاطئة بالمجتمعات وبالتنشئة الأسرية بالإضافة إلى جانب اقتصادي، العجلة ما بتمشي وبصير المسير الهون مجدوء. أو أظن هذا هو الخلل اللي عم بصير عنا بهاي المرحلة، لازم يكون متكامل. كمان بالنسبة لدورها، إحنا لما منطالب إنه المرأة تخرج للعمل وتأخذ استقلال اقتصادي، إحنا ما منلغي دورها داخل المنزل، لكن هاي الأدوار سواء داخل المنزل أو خارجه هي بدها تكون أدوار تشاركية. وهون بصير عنا الإشكالية بداخل المنزل ودور الرجل ضمن الفكر التقليدي النمطي، وين بده يكون دوره داخل المنزل. يمكن بالحيز العام احنا بنقول او بمجال العمل الامور واضحة، الرجل والمرأة باخذوا فرص العمل، لكن الاشكالية بتصير داخل المنزل، وهون بصير العبء على المرأة مضاعف. واحيانا بنقول ضمن بعض المدارس النسوية انه بتصير تخضع لسيدين وليس لسيد واحد، وهذا احيانا كان بيعمل اثر عكسي لدى بعض النساء بموضوع بنسميه احيانا الردة، لانها بترجع للحيز الخاص مجبرة حتى لو كان سوق العمل مفتوح امامها. يعني بتوقع اذا في اي يعني استفسار ما قدرنا نجاوب عليه. يمكن عندي ضمن إضافة لمدة دقيقة فقط للمداخلة اللي حكاها الأستاذ سعد. إحنا متفقين معك، يعني إحنا دائما وقت نقيم على منظمات المجتمع المدني في الوطن العربي مغربه بمشرقه بنقول إنه المغرب من الدول اللي فيها فعلا يعني وجود واقع دستوري متطور، برامج متقدمة، حركة نسوية متقدمة. وبدي أربط حديثي هذا اللي عم تكتبوا إلنا مجدولين بتوعية الرجل بأهمية دور المرأة وإلى آخره، لكن إحنا أستاذ سعد أكيد الواقع بتشابك، لأنه إحنا عم نحكي عن منطقة جغرافية متقاربة، عن عادات وتقاليد شبه متقاربة،
عن خلفيات دينية أحيانا متقاربة، ولو أن هناك بعض يعني الاحترام للأقليات للطوائف الموجودة ما بين المشرق والمغرب، لكن عند العمل على حقوق المرأة وإعطاء حرية وكله بيتوحد، يعني الكل بيعمل على الاقتصاص من حقوق المرأة إن كان جهات حكومية أو جهات دينية أو خلفيات اجتماعية. وأنا معك أيضا مجدلين في الحديث عن التوعية لا تقتصر على المرأة لوحدها، التوعية لمرأة ورجل مع بعض، ويمكن في مواضيع لازم نتخصص فيها توعية الرجل لحاله، لأنه إذا هو فهم بعض الأدوار الملقاة على عاتق المرأة أنه هي بتخصها لحالها ما رح يحدث أي تقدم في المجتمع. التوعية تتوجه للرجل أيضا بأنه هاي الأدوار هي تشاركية وليست تبادلية وليست تساعدية، يعني ساعد يقال الرجل ساعدها للمرأة في كذا، لا ليش ساعدها، هذا دوره زي ما هو دورها تشارك، وليس ان اليوم انت بتاخذ جزء من المهام بتاخذ 10% وكأنه الرجل قام بدوره ضمن المنزل. انا اعتقد انه وانا عم بتابع وانا عم بحكي الاجابه الاستاذ خالد حيدر اللي عم يتحدث عن بعض المشاكل اللي بتقع في الخليج، كل هذا هو منطلق للي احنا اليوم عم نشهده من تراجع لحقوق الانسان بشكل عام والمراه بشكل خاص. اعتقد انه خلفيته هي اجتماعيه ثقافيه دينيه بالدرجه الاولى. اخر احنا معكم اكيد ومنحب نتناقش ونتبادل الرأي. المشاكل اللي بنسمع عنها في بلدان الخليج اعتقد ما بعرف اي نوع من المشاكل اللي بيقصد الاستاذ حيدر مش مكتوب، عم يكتب لنا على الشاتنج انه الوقوع في بعض المشاكل وبالتالي ممكن نتعامل مع الرجل ويعملون توازن مقبول. اكيد احنا دائما خطابنا النسوي موجه الى التشاركيه ما بين الرجل والمراه. احنا بنشكر جدا استاذة ديما ودكتورة هيفا على المناقشة، والحقيقة المناقشة مثمرة جدا ومحتاجين ساعات فوق الساعة اللي احنا اتكلمناها، واكيد ان شاء الله ممكن نرتب ويبينار تاني قريب طالما ان المناقشة ناجحة بالشكل ده. ان شاء الله تسجيل الويبينار هيبات لكل البارتيسيبانت علشان الاستفادة من كل التعليقات اللي اتقالت ومن كل المناقشات اللي حصلت. دكتورة هيفا شكرا جدا، وأستاذة ديما شاكرين لوقتكم وشاكرين لمعلوماتكم، شكرا ناظر للترتيب وشكرا لكل الحضور، وإن شاء الله نشوفكم في ويبينار تاني قريب. شكرا. بس حابين الدكتورة والأستاذة يشكروكم، يشكروا جميع الحضور. بداية حاب أشكر كل المشاركين معنا اللي سمعونا واللي قدموا ملاحظات وتعليقات. بس مثل ما قالت مروة، موضوع المرأة ما بنقدر نختزله بساعة، لكن إن شاء الله نكون حكينا بالقضايا اللي عن جد يعني ما زالت شائكة، ومرات بنحكيها إحنا بالعامية بالأردني بعدها بتوجع القلب. فشكرا كثير لكم، وهلأ زميلتي هيفا راح تقدم لكم كمان. شكرا. بدي اتوجه للجميع بالشكر الجزيل اللي اعطونا من وقتهم هذا الوقت انه نتحدث حول قضايا المرأة، وما بفوتني ايضا بدي اشكر اكيد مروة ونازك والجميع بالاسم، يعني ما بدي اغفل اي حدا. وبحب احكي لكم انه ديما وانا ومعنا زميلي ثالثي ايضا نفس قضايا المرأة هاي اللي ناقشناها مع حضرتكم، قضايا الرجل والمرأة والمجتمع الشرقي وعادات وتقاليد وخلفيات، احنا عم نبثها على الهواء مباشرة في برنامج إذاعي عندنا هون في الأردن من راديو البلد كل أحد من 8 إلى 9. وهذا البرنامج نحن أعطيه نازك وتوزعه للشبكة، وأراءكم ومداخلاتكم هي اللي راح تنجح هذا البرنامج الإذاعي اللي احنا حبينا نتحدث فيه عن هواء بسقوف ما لها حدود. بقدر ما بننجح ما بنقدر، احنا وياكم مع بعض اكيد بنعمل تغيير. شكرا للجميع.